ئەم کاتتان باش خوێنکارانی بەڕاست گەشتینە وەحدەی دووەم لە کتێبی عەرەبی پۆلی دوازدە. یەکەم بابەتمان ئەو وەحدەیەمان تەمان تایبەتە بە مەذهەبی واقعی، یەکەم بابەتمان بابەتی یاوەتەنیە. پێشی بچینە یاوەتەنی ئێمە سەرەتاک دەربارەی واقعی باز دەکەین. پێشتر ئێمە باسی کلاسیکی و ڕۆمانسیمان کرد لە وەحدەی یەکەم، ئەمڕۆ لە مەدخەلی لە الوەحدە باسی مەذهبی واقعی دەکەین، خەسایس الواقعیە، انتشار المذهب الأدب الواقعي في فرنسا ودول أوروبا. لشوي سري هالضوا يا يعني لشوي بلا وتو لفرنسا ودولة أوروبية كان في القرن التاسع عشر، وتا تاريخي انتشارك أي تاريخ سري الله نكى إلى سدين وهزدين بوا، وظلت آثاره مستمرة في القرن العشرين. شوي نواركاني إلى سدي بيستيش بردوامن. أما خصائص الواقعية فيمكن أن نجملها بما يأتي. ذكري لو خالني خوارو إما تعبت من كان خصائص مميزة سمات واقعي كوبكينو. خالية كم الانطلاق من الواقع الاجتماعي والطبيعي درشون لواقع ياخد جياني كومالاتي وسروشتي مروف من خلال الارتباط بالإنسان لرغي بيوسبونو رفضبون بإنسانو الذي يغدو نموذجا كواقعي إنساني وكون منور قرتوا بصراعه مع هذا الواقع. هروها كي بركي مروف لقل أو واقع، ويضم هذا النموذج أو نمونيش كمروف شرائح المجتمع كمو بيكا تكانيكو ملغادة قرتوا، من عامل لكريكار والفلاح إلى التاجر لتاكو بازرغان والمربي هتا بروردكار وهتا دوهي. فالكاتب الواقعي ينزل للواقع أو خالق جرينجا كاتب واقعي نوسري واقعي داد بزيت ناو خلق ناو واقع، ويستمد منه موضوعاته بابا تكاني ليه ورد جريت وحوادثه وأشخاصه كسكاني شور دا وكايش وتعرس اشتكى ليه ورد جريت كجوازي لقل مذهبي كلا رومانسية ولا بوك رومانسية مدى معقول هروب من الواقع بلام ليه دلين ينزل إلى الواقع ويصرف النظر عما سوى ذلك من المثاليات والخياليات. چاوپۆشی لە چ دەکات؟ لە شتی نمونەی و شتی خەیاڵی. دیسان لێرە پێچەوانەی مەذهبی ڕۆمانسیە کە ئێمە لە ڕۆمانسی دەمانگوت الاعتماد على العاطفة والخيال. لێرە لە پشتی بە خەیاڵ دەبەست، لێرە چاوپۆشی لە خەیالیات و ئەوانە دەکات. فما یعنیه ئەوەی بۆ واقعی گرینگە هو الأمور الواقعة التي يعيشها الإنسان ويعانيها. أو بارودۆخ و کاروبارانەیە کە مرۆڤ لەگەڵی دەژێت و بە پێوە داناڵانێت. والمجتمع الغربي ئێمە باسی کۆمەڵگای غەربی دەکەین. ڕۆژئاوا يتألف من نماذج كثيرة لە کۆمەڵێک نمونەی جۆراوجۆر و زۆر پێکدێت، منها لەوانە الإقطاعي نمونەی دەرەبەگایەتی والرأسمالي سرمایەداری والعامل کرێکار والفلاح بە هەمان شێوە والبرجوازي والتاجر والمرابي كبريتي لسوخور ورجل السلطة بياري الصلاة دار وتدوهي. وقد حرص الروائيون والمسرحيون الواقعيون جرر وكان وشانو كان واقعي كان يعني كواقعية دنوسن سور لسرتي على رسم هذه النماذج من الواقع بأسلوب سهل كويني أو ديمنانا أو نمونانا بشبيكي جوان بێنە بکێشن و بە شێوەیەکی ئاسان بەئسلوبی سەهل. ئەگە بڵێن چی هاوکاری یاخود یارمەتیدەری بڵاوبوونەوەی واقعیت بووە، دەڵێن وەقەد ئەسهم فی ظهور الواقعیات التطور تی پێشکەوتن الذي نجم عن دراسات الاجتماعية کە دەرکەوتووە یاخود پەیدا بووە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە کۆمەڵایەتیەکان والئاداب و لە ئەنجامی ئەدەبەکان والثەوەرات لانجام شورجا كان وما حمله من مبادئ او ابن مانيك اللي خوي قرتبو لهنا الحرية والعدالة اعزادي يكدات بروري والمساواة يكساني وقيمة الفرد اروها بهايتاك ودوري في المجتمع رولي او تاك لكم القادة وعلى شأن الارادة الانسانية لبناء مستقبل افضل برس كردني ويستي مروف لا ياخد برس را كردني ويستي مروف بو درس كردني دهاتويكي باشتر.
خالي دوم لتابت من يكاني واقعي بريتيا العناية بالتفصيلات الدقيقة والثانوية قرينجدان بتفصيلات باشتا وردكار يكان وقرينجدان باشتا لعوك يكان مما يتعلق بوصف الملامح والوصعات والألبسة والألوان أو كبه وستبا وصف رخسار وصف صوت وصف جلوبرك وصف رنجكان جولكان هروها كلو بلكان إمعانا في تصوير الواقع برشيويكي وابد دبيت ولا بينك شاني او واقع كانه حاضر وكوي كلا بردم بردم دبي وانا من راسي تيني غلتينا كان من وذاك ايام بابتي كي واقع الى سرتيني غلتينا كان بخنينو باسي جلو برغي او تشينا رخصاره كي كلو بلكي او جينجي كي تي داد جي باش باس يا مشتك من وذاك بينك بتغيده تبرتمان خالص يا تحريض الفكر هنداني فكر وشحذ الاراده تشكر دنو بحيث كردني كساتي ويستي مروف ويشعر القاري هس كردني مروف خوينان بأنه مسؤول عن مصيره ومصير مجتمعي أو كاتيك كسيك بابتك واقعي دخوينته وهز دكا كأبيش برفرسة وبرفرسة لمصير خوي وبرفرسة لداهاتوي خوي برفرسة لداهاتوي كمالغاكي ومشارك للكاتب في البحث عن الأسباب والدوافع وإيجاد الحلول هروها وهز دكات که دبی باش دار بیت ل گران بدوای ل گل نسرکه ل گران بدوای هو کارکان پال نرکان هر وها دوستی نوی چار سر خالی دوم اتجاهات مذهب الواقعی هرست کانی مذهبی واقعی یا خود تو ایم لین جور کانی مذهبی واقعی اما سی هرست من هی کمیان الف الواقعی الطبیعی واقعی سروشتی نشأة الواقعية الطبيعية في نهاية القرن التاسع عشر واقعية لسدين وتسري هالضابو بلام واقعية طبيعية كجورك لجورك هذه واقعية لكوتعي سدين وتسري هالضابو على هذه إيميل زولا لسر دستيش إيميل زولا ولم تحدد ملامحها إلا في القرن العشرين واتا أسوارو شوية نوارك عين در نكوتون تاسا دي بيست وهي فرع للواقعية الأم لقيك لواقعية قشتك كواقعية كفيدرا واقعية دايك وتسمى أيضا بالمذهب الطبيعي هناك كي واقعية طبيعية ويبيدر المذهب الطبيعي وقد تأثرت الواقعية الطبيعية بالنظريات العلمية ودعت إلى تطبيقها في مجال العمل الأدبي أقر لما ببرسريت واقعية طبيعية بتي كاري قربوا كاري قربوا بيرتواس زانستيكان وهروها بانقشي جيبا زيكرني بيرتواس زانستيكاني كردوا هولي جيبا زيكرني داوة التي لبواري أدب والإنسان في نظرها أقرب لين إنسان التي روانيني واقعي طبيعي شونا لين كائن تسيره غرائزه بنوريك هستكاني دي بنبيشو وأخذ بري ويدان وكل شيء فيه يمكن تحليله هموش تيك دكرير شي بكريتو لمرو فحياته الشعورية جياني مرو في لروي شعور هست والفكر لروي بيرو فكرها والجسم لروي جسمها ترجع إلى إفرازات غددية همو اوانه دا گرتو بو در بارشه نکن بو در جراوه کن و تا تامنو فروشه نکن چلکتر به اولانه نی بحشت نبه جوری دومی واقعی بریتیه لواقعی انتقادی که واقعی رخ نگری بیدالن انتقاد مصدری انتقاده یمیلو هذا الاتجاه الى تركيز في الجوانب السلبية او جوری واقعیات ناواقعی لخوی و دیاره رخ نگرتنا بوی کار لسر چدکات تركيز في الجوانب السلبية تركيز كردن لسرتي لسر لعنة لعوكية كان لعنة خرابة كان إنهوكم ألقى عادة وكلتورة النشاء وكان ونادروستا كان من المجتمع ونمونا كالأخلاق الفاسدة وكو خروشتي خراب روها والظلم ستم والجرائم تعوان والخروج عن القيم والعادات والقوانين المعهودة درتون لبها كان درتون لدابون أريد درچون لها ساکان که اتا ایش لسر اوانه دکن جوری سیمی واقعی بریتی لواقعی اشتراکی که بیدران واقعی اشتراکی شوشیالستی اخو شوشیالی نشأت الواقعی الاشتراکی ردن على رومانسی ها واقعی اشتراکی و کورت کردانه و بوتاتو بو رومانسیت والواقعی النقدی المتشائمه و رد بو واقعی انتقادی رشبی انتقاد رجبين تكوت من إيش لسر لهنا خرافة كان إنه كم القادة كان والواقعية الطبيعية السطحية واقعية طبيعية سطح ركشية كاتا
واقعي اشتراكي، رد بابو كلا رومانسي، رد بابو واقعي نقدي، ورد بابو واقعي طبيعي. كي بلافوتو انتشرت مع اتساع دراسات الاشتراكية لقل كولينوش يعني كان زيادة بلافوتو. ولما كان الاشتراكية نظرة فلسفية واجتماعية تشمل كل فروع المعرفة والحياة، بيد اشتراكي كبخوي بيدوزي كي فلسفي بو تيرواني كي فلسفي بو فلسفي كومالاتي بو همو لانا كاني زانستو زانياري وجاني مروفي كردوتو تشي كردو. فقد اهتمت بالادب الواقعي لقال اوش قرينجي باتي دهاب ادبي واقعي دهاب، ووجهته وشها خاصة تناسبها بشيويك او ادبي عراسة كردو كالاقل بيدوزة فلسفية كان بغنزة، وهي متفائلة واقعي اشتراكي متفائلة، وما واقعي نقدي متشائمة بلا واقعي اشتراكي متفائلة. واقعي اشتراكي باوري بچه هي تؤمن بإرادة بانتصار إرادة الجماهيرية بسر كوتيني ويستيغل التي تتجه دوما في طريق الخير والحق، وبي ويستيغل همو كات برو أراست باشك أراست خيرك أراست راست دروستك دروات، وتتمكن من إعادة بناء المجتمع الجديد دتوانيت جاريكي كا كومالغايكي نوي بنياد منيتو. خلاصة الموضوع بوقتي بابتك اوي اما امرو مذهبي واقعي ما قلت كا سيم جوني مذهبا اما ديخوينين دوهي كلاسيكي ورومانسي كلاسيكي روكو بوقتي اك باسمان كر رومانسي وحديك اما باسمان كر دونو منما لسور الگل امرو باسي واقعي ما كر وطيبات من يكاني وعراستكاني وجوركاني الدرسكاني دهاتو دينا نمونه لسر او مذهبه سواز بجوه کرتن تان که تاکی خوش با همونه.